بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة في العزيز الوهاب، والصلاة والسلام على محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من نبي غض النظر صباح ونقلوا إلى سلسلة عذبة. الحمد لله نرجوه به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسر لنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فاثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغنى بك عما سواك. أعونك اللهم فيما نحاول، وعفوك عن الزائر المداخل، ومددك الممدود لكل متعرض متوسل شائل. وبعد، فمع ثلاثيات البطاقة الأولى مسمى ببطاقة التصنيف لسورة الحمد، سورة الصلاة، أم القرآن، أم الكتاب، فاتحة الكتاب، سورة النور، الكنز العرشي، سورة الشفاء، وهذه الثلاثيات ثلاثيات البطاقة الأولى المصنفة هي ثلاثيات خمسة حصرا فيمن جاء إليه نظرنا متواضع، وقد وضعت لكل منها اسما ينبه على ما تحتها من معاني على نحو يقرب المضامين. فثلاثية الأولى اسمها ثلاثية الرسم، ثم ثلاثية الوسم، طلب اللي تعرف يحرك القلم يحركه، واللي غادي تشوف فيها كما أنت من جل. كانوا الناس أصحاب عقول واعية وقلوب حافظة، هذا يكفي أن يحضر، لكن ما سنستعين بيمينك. من ثلاثية الرسم إلى ثلاثية الوسم إلى ثلاثية بنية النظم إلى ثلاثية ما به الختم أو مبنى الختم إلى ثلاثية ما يحصل به التم بالكسر أي التمام، فهي خمس ثلاثيات. وقد ذكرنا في الثلاثية الأولى ثلاثية الرسم وبعدنا بها لأنها لها أولوية البدء جديرة بالابتداء، لأنها تناولت ثلاث جوانب من فاتحة الكتاب، لكل جانب من هذه الجوانب علم يتولى بيانها من علوم القرآن، والتي نيفت أنواعها على البضع والثمانين علما، هذا حسب إحصاء السيوطي، حسب ابن عقيلة المكي، فقد نيفت على 300 علم، كل علم يتولى جانبا من هذه الجوانب التي تبدو لنا بسيطة. جانب الرسم ثلاثية الرسم عندنا الاسم، هذه الثلاثية تعرف بالصورة في اسمها ورقمها وكمها، حفظوا الثلاثية في اسمها لتعرف أولا بترجمتها اسما بعنوانها المعروف بين صور الكتاب، ثم برقمها في الكتاب ورقمها في النزول، الرقم مزدوج، ترتيبها في النزول وترتيبها في مصحف العدول، الصحابة الذين كتبوا المصاحف، ثم رقمها يعني عددها الكم، كم عددها، وذلك حتى تتضح الجوانب، صور من طوال، صور من المئين، صور من المثاني، صور من المفصل، طواله أوساطه وقصاره، لابد من بيان هذه الجوانب. وقد قلنا في بيان بعض من هذه ما قلناه ونتمم فيما يتعلق بالاسم، قلنا أن لهذه الصورة أسماء كثيرة متعددة، فيها ما صح وفيها ما ضعفت روايته، وفيها ما بين ذلك، ونكتفي منها بسبعتها، السبعة التي أصلنا إليها، وهي سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، أم الكتاب، أم القرآن، كلاهما ورد فيهما نصوص صحيحة، سورة الصلاة، قسمت الصلاة حديث أبي
قسمت الصلاة أي الفاتحة بالإجماع، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين أو نصف، إذا قال العبد الحمد لله. هو الحديث عن الصلاة وعن فاتحة الكتاب. سورة الحمد، الحمد لله رب العالمين، هذا موضوعها. سورة النور لحديث أبشر بنور أو بنورين أوتيتهما لم يؤتهما أحد قبلك، وفي رواية فتح باب من السماء لم يفتح قبله ولن يفتح بعد، لتنزل لهذا النور من نور الفاتحة ونور خواتيم سورة البقرة. ونزل بها أو بهما ملك لم ينزل من قبل، وهذا عندي يعزز القول بأن لها تنزلين، تنزل التنزل الأول المكي ثم تنزل التنزل الآخر لفضيلتها. وتكرر النزول هنا لا اعتراض عليه كما قد يرى البعض، هنا كررت لفائدة التنويه بعظمتها. والسبع المجاني، وقد بينا لكم بأن هذه أسماء السبعة يمكن لطالب العلم وتوسيط المعرفة حتى للمبتدئ أن يدرك منها أنها تعددت لتعدد الجهات والجوانب والحيثيات التي يريد الشرع الحكيم أن يبرزها من فاتحة الكتاب لقارئها. فهي من حيث العدد سبع آيات، آية تسمية في تسمية سبع، وهي مثاني أي مكررة. فأقل الصلوات ركعتين، وفرضت الصلاة في الأصل ركعتين وفيها فاتحتان، أقل شيء. ثم هي مثاني بمعنى تعالج مطويات مثنيات، أي أمهات علوم ومقاصد وكليات لفتها لفا بسطت في القرآن ونشرت وفصلت معانيها فيها، فهي أم للكتاب. فاتحة الكتاب باعتبار الموضع، موضع فين؟ الصدر، والصدر هو الفاتحة في مفتتح الكتاب، ها صدرها أين موضعها؟ موضعها الأول. وجاءت فوق السبع الطوال لتقول إنها أعظم صور الكتاب، وهكذا جاء الحديث فيه كما سيجيونا في فضائلها. ثانيا باعتبار الموضوع سميت سورة الحمد باعتبار العدد سبع مثاني، باعتبار أسرار تكرار مثاني كررت فيها أو معانيها مكررة في القرآن مبسوطة فيه، فهذا أيضا يحتمل أن يكون من المعاني. وسورة الحمد باعتبار الموضوع باعتبار الوضع، في الأول أم الكتاب فاتحة الكتاب، لأن الأم سابقة على من ينسب إليها من ولد وغيره، حتى في الشاهد أم الكتاب فوضعها الصدر. إذن هي تسمى باعتبارات مختلفة، وباعتبار موضوعها الحمد تعرف بالإله المحمود الهادي المعبود المستعان به، فيتعرف بالله في جهات. تقول ليش تعرف بالله؟ موضوعها الأكبر، وهذا يجينا إن شاء الله. ثم هي نور وكنز، لأنها خزانة علم في الحديث وفي السنن وفي رجال انتقاش صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت سورة الفاتحة من كنزين تحت عرشي، في رواية ده كان حديث قدسي، أعطيتك أو آتيتك فاتحة للكتاب هي كنز من عرشي أو من تحت عرشي، أنا من الكنوز العظيمة، من العرش رمز للعالم الأكبر، وهذه خزانة من تحت العرش أو كنز من تحت العرش. والكنز هو بحقيقته ما كان مصدر للغنى، وفلان عنده كنز وأوتي كنزا، معناه كنز معناه خزانة لا تفنى، لكن هذه خزانة علمية ماشي مالية. كنز يعني خزانة علم لا يحاط بها،
ويكفي انكم تعلمون انها سمي من بين اساميها القران العظيم، ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران، فمن اسمائها القران العظيم، فكانها سميت بالقران لانها تعدل القران كله على الصحيح. وما جاء في حديث يعني سنده في مسند عبد بن حميد انها تعدل ثلثي القران، يضعفه انها سميت القران العظيم، فهي تعدل القران كله حسب فضل الله. فقد يكون لقارئها بشرطه فضل من قرأ القرآن سردا من غير تأمل، وإلا فهي مندرجة فيه. وما دمت مندرجة فيه نفسي ولا يفضل على نفسي ولا على زائد عليه، نجري الفضيلة بين متساويين أو بين مندرج فيه ذلك الذي يفضل عليه. إذن هذه الأسماء منذ البداية في ثلاثية الرسم مرغبة في الاطلاع على فاتحة الكتاب ونشر هذه المعاني التي طويت تحت هذه الأسامي، كل اسم تحته معاني كبيرة وكبيرة جدا. ويكفي أن أذكركم بأن اسمها سورة الصلاة يحيل على أمور سبقا بينا لكم بعضها، وهو أنها سورة الخطاب الإلهي من البداية اللي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الخطاب، فإذا قال العبد قلت له، وإذا قال قلت أجاوبته، وإذا قال رددت عليه. إذن فهي منذ البداية إلى النهاية مجاوبة مع مخاطبة مع الله تعالى. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى كرر الحمد تنى أثنى علي عبدي، تثنية تنا كالتثنية كرر الحمد. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، لأن الملك مجد، الملك والعظمة والجلال مجد يعتمد الجلال، مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك قال هذا بيني وبينه ولعبدي ما سأل، يعني منه العبادة ومني العون له عليها وعلى غيرها. وإذا قال عبدي اهدنا الصراط المستقيم إلى نهايتها قال الله هذا لعبدي، يقول له في خصابه. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي هذا إذا قال العبد الحمد إذا تفيد تكرار هذه المجاوبة، معنى متى ما قلت الحمد لله قال الله لك، فهذه المجاوبة دائمة ومستمرة ولا يتصور انفكاكها ما دام العبد متصلا بربه بهذا اللوم والخطب. فإذا هي خطاب الله لذلك ثم سورة الصلاة. ومن هنا استنتج أن الصلاة بدونها خداج سقط، الحديث في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب أو من لم يقرأ فصلاته خداج سقط، أخدجت الناقة أسقطت أو ألقت وليدها من غير تمام. صحيح ظاهر الصلاة فقه الظاهري، وتصحيح باطن الصلاة هو الفقه الحقيقي. قول لكم تصحيح باطن الصلاة كلاهما مطلوب، فلا يقول قائل في تهوين من أمر الشريعة، أبدا فلا حقيقة لم تكن شريعة ولا شريعة لم تكن حقيقة. إذا قلت لك الصلاة تقام للذكر هذا لا حقيقة، وإذا أقول لك تقام بشروط تستقبل القبلة تتطهر وتستقبل القبلة وتقوم فتقرأ ثم تركع ثم ترفع، شنو هذا؟ هذا هو صحيح، هذا فقه ظاهر. والإقامة وهذا عنوان مطلوب في الصلاة قرآنا، أقم الصلاة أقم، ولا يقال أقم الشيء إلا إذا طلب منك أن تحقق له الاستقامة تامة، أقمها قومها كاملة. ولا يقوم الشيء وباطنه معوج منحرف، لا يمكن الإقامة إلا إذا كانت ظاهرا وباطنا. ولذلك حين فصل القرآن في صدر سورة المؤمنين أو سورة الفلاح، سورة ما به الفلاح أي إحراز المطلوب الكامل سعادة الإنسان الكلية، فلاح الظفر بالمطلوب الأعظم ما به شهادتك الكبرى، قد أفلح حاز الفلاح كله
الفوز المطلق الذي لا فوز فوقه. المؤمنون واحد واحد رقم واحد، الذين هم في صلاتهم يقبضون، الصلاة فيها سنة القبض، ولكن نص عليها هكذا في سياق الفلاح لا يليق بها للفلاح. الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشوع سكون الباطن بالذكر، أن يسكن باطنك للذكر، ولا يسكن إلا إذا فهم معنى الذكر وفهم أفعال الصلاة وأقوال الصلاة، وكان على حال أقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها، مش لتذكر نفسك وشوقك وأحوالك ومشتهياتك وأنت مشتعل من داخلك ملتفت عن الله وقبلتك، كيف يصح ذلك منك؟ ولذلك قال بعض السلف يعني عانيت وجاهدت نفسي وكابدت الصلاة 30 سنة حتى استقامت لي. هذا قبلها تنقولوا احنا بنقول شيء تيتريني عليها، تيتريني باش باش الله يعمر الجخ، الجخ والباطن سناجج اللي هي قلب جنية ولا محافظة على الجسد، لكن تحويل الكل والحقائق لهذه الظواهر بسيطة ليس بعدل ولا إنصاف ولا رؤية حكمة أبدا. إذا سورة الصلاة تنبهنا إلى أهميتها في الصلاة، ونبغي نتبه هي ركن بالمعنى الفقهي أحد الأركان، يقول لك حالها بحال الركوع لا، حالها بحال السجود لا، هي الصلاة فانتبه ورتب صلاتك. ولذلك يعني الذين تربوا بإلهام من الله أن يقابلوا بين مناشبات فاتحة الكتاب من كلماتها وجملها وبين مناشباتها من فعل الصلاة، هؤلاء الناس يعني لهم فضل علينا، نبهونا إلى بعضها وكانت التكملة بإلهام من الله. كيف نقابل بين الحمد وبين أفعال الصلاة وبين الملك وأفعال الصلاة ملك يوم الدين، وبين الخطاب الإلهي وأفعال الصلاة، وبين اهدنا الصراط المستقيم وأفعال الصلاة، وبين غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأفعال الصلاة. ولذلك أنا يعني كعادتي معكم أن أنضم لكم ولو كان النظم أعرج، المهم عندي أن تحفظوا المعنى. وسميت بسورة الصلاة، هذا سر التسمية، لما تناسب بها يواجه التناسب الذي حصل بين الصلاة، لا سمت ما يمكنش التسمية تكون بغير سبب، تناسب حاصل بين الصلاة وبين أفعال المصلي ما يقوم به المصلي. قيامنا بالحمد موصولا بما، ثم ركوع عظم الملك فهما، مع أن المناسب للقيام هو الحمد، تكون قائم تتذكر قيام الوجود كله باش بمن؟ بالله ومن آياته أن تقوم السماء وهي قائمة بالحمد، قائمة بحمده، وأنت ضمن هذه العوالم قائم مستوي القوام بالحمد، فلذلك تتذكر الحمد وأنت في القيام وهو المناسب للقيام. قيامنا بالحمد موصولا بما، بماذا وصل الحمد؟ رب العالمين الرحمن الرحيم، وصل بربوبية الله وهي تدبيره للعوالم، وبرحمته ورحيميته وهما مدد فيض إحسانه المضطرد الوسيع، ولن تجد شيئا في الوجود مهما دق أو كبر أو كبر إلا وفيه آية على ما أقول لكم تقرؤون في الفاتحة، تجد فيه تدبير الله العظيم البديع ورحمته من وراء ذلك التدبير، وبالتالي علمه، لأن الذي لا يعلم لا يستطيع أن يبدع، بل لا يقدر، وراءه القدير ووراءه المريج، الذي لا يريد لا يحسن ولا يتقن، إن الإرادة قصد
قصده اللي يتقن الفعل. وكل هذه كمالات إلهية تحمد الله في القيام. الحمد لله الذي قام به الوجود وضمنه هذا الموجود بفيض الإحسان والجود، رب العالمين. قيامه بالحمد موصولا بما نقط، بما وصلت به الحمد من موجباتها، رب العوالم الرحمن الرحيم. وإنما رباها ورببها برحمته ورحميته، ما كنت شي بعيد آخر. ما خلق هذا الوجود ورباه وقام عليه بالتدبير العلي إلا وهو يريد أن يرحمه. ما خلق الله العبادة إلا الرحمة. دعك من أوهام الضالين وأصحاب الآفة، ولو كانوا مفكرين، مذاهب ذوي العهد حتى من أهل العلم بالتفكير. قيامنا بالحمد موصولا بما، ثم ركوع، ثم ركوع عظم الملك فهما. متى توصل ملك يوم الدين تذكر جلالة الله الملك، لأن الملك يدل على السلطان والحكم والقضاء، وخصوصا إذا استحضرت يوم الجزاء الأخروي في الختام، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. حين تتذكر الملك تتركع، تبع معي. الركوع مناسب لمالك يوم الدين. شوف، لأن سنبحث الآن مقابلات الفاتحة في أفعال الصلاة. بلك شدلوا هذا الشيء، تقرأوا شوية أسرار في قول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأبرار على لسان الله: قسمت الصلاة بيني وبينها، قسمتها تقابلات. وكونها هي الصلاة تقتضي منك أن تنظر في جوانبها لترى آثارها في صلاتك. انتبه معي، تمسى تقول رب ملك يوم الدين، ما عليك إلا أن تركع للملك. الله أكبر. فذلك قلنا أنا: ثم ركوع عظم الملك فهما، ثم تعود للقيام، تترجع للقيام. سمع الله لمن حمده، تترجع تحمد. لأن ذلك القيام قلنا مرتبط باش حمدا كثيرا، كحمدت الأول بالقرآن تحمد الآن بالسنة بأوراد رسول الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء أنت، أهل الثناء أنت، أهل الحمد أهل المجد. لاحظت الآن كيف تدور في فلك الحمد. لا زلت مع الحمد، لا زلت مع فاتحة الكتاب، كأنك تشرحها أو تقرأها بلسان رسول الله دعاء ووردا. بالك السنة شريحة الكتاب ومتممته، وهي الحكمة بنص القرآن. إذن ثم تعود للقيام، وبه صح خطاب قربه وحبه. متى ترجع؟ تترجع للقيام، والقيام مربوط بالحمد، فتحمده على قيامك ثانيا. ولو شاء الله لأبقاك راكعا، لجعلك مقوسا، لأحناك وحرفك، لكن أطلقك فرجعت إلى استوائك، فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم هذه ماذا تقابل منك؟ تقابل أنه أرجعك إلى القيام لتقول إياك، لأن الخطاب لا يصلح له الركوع. بالك بتتخاطبه، والخطاب فيه مواجهة إلهية، مواجهة عالية إياك، فيه المواجهة. الله سمح لك بأن تعود للقيام لتقول إياك نعبد وإياك نستعين، من العبادة ومنك العون لي. العبادة سند والاستعانة مدد، مدد منه عليها وعلى غيرها. يلا سيدي زيد. ومنه، شكون منه؟ من القيام الثاني في النزل، نزل السجود ياك، كي داير هذا الخرور هذا أكبر من الركوع. أنت كنت غير في منتصف الطريق، كنت راكع للملك. فلما رفعت وصح منك الخطاب، معناه
أطلقك حتى خاطبته. من تكون؟ من تكون حتى تخاطب الإله العلي؟ إياك يا من سبقت صفاته بالحمد والربوبية والرحمانية والملك، يا من له الحمد والمجد، إياك دون غيرك إفراد عبدك. هذه الحالة هذه تجعلك متهيئ للخرور الكلي سجودا لتتعرض للجود. إن الله رفعك إلى مقام الخطاب، ما بقى ليك، لم يبقى لك بين يديك إلا أن تسجد، وهو غاية القرب، غاية الانحناء، غاية لأن حتى السجود ركوع، أليس كذلك؟ لأنه ركوع كلي، وخر راكعا وأنام في سجدة داود، هي سجود، الركوع سجود ولكن جزئي، والسجود ركوع كلي، فالانحناء هو الأصل، ركع منحني والسجدي انحناء أكبر، وكلاهما دليل عظيم، تعظيم منك لربك، منتهى السجود اقترب، لم يبقى بعده السجود قرب. إذن من خطاب الحب إلى سجود القرب، الله أكبر. إذن كل شيء هذا الشيء علاش نطولوا فيها؟ أنا ماشي فلسفات تبع معي أو سفاه، هذا تقريب لمعنى الكتاب، هذا فقه في الكتاب، هذا من حكمات رسول الله الذي أشار إليها ودل عليها، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. انتبهوا لهذه الأشياء، هذه ماشي الاستدعاءات أبدا، هذه الحقائق انظروها تجدوها، واستعينوا بها على ذكر الله في الصلاة، وإن تحصل لكم بها فنعمها، وإن لم يحصل فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومنها للخرور للسجود تعرضا لمعاطي الجود، ومنه للخرور بالسجود تعرضا لمعاطي الجود، تتعرض للعطايا تاع الجود الإلهي ذاك النجوم. من خطاب للانطراح بالأعتاب، من مواجهة بالخطاب إلى انطراح بالباب. زيد يا سيدي، وصلت الباب الملك، هذا خطابي، انطرحت بين يدي، اش يبقى لك؟ ان يقول لك الملك ارفع واسأل تعطى، قعد اطلع فتجلس. هذا جلس شفتي لا ما فيها راحه نتايض، جلست في ذلك لاحظ الذكر اللي فيه، اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني واجبرني، وامهات المطالب التي تريدها وتحتاج اليها هي في ذكر هذه الجلسه، هذه الجلسه. كانه يقول لك ارفع، ارفع لي كيما تعطى، فالقرب حصل، وعد لي ما وصل به الزيد وصل. انت الان طلعت شيء مش تعود، احصل القرب، ارفع تعطى، اسال ثم عد، شكر لله على العطاء الاول ليزيدك. معناه ليس لك الا ان تكرر السجود، السجود اقترب وباستمرار، فتكرر السجود هنا. فلاحظوا في الصلاه الركوع لا يتكرر، السجود مكرر، والقيام مكرر، لان القيام اصل والسجود غايه، والركوع بينهما واسطه ومرحله انتقال. ففهم يا اخي، فهم يا اخي الصلاه لتكون من اهل الصله. ارفع لي كيما تعطى، فالقرب حصل، وعد لما وصل به الزيد وصل. تلك معالم الصلاه السته مع مجاور لها من آيات، مجاورها من آيات اللي صرنا لكم لها، وسبع باش تكمل السبع، تولي سبع المثاني مع سبعة أفعال الصلاة، الصلاة فيها سبعة الأفعال. يوم يقول الله الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة، حديث قدسي يقول قال الله، صحيح قسمت الصلاة أنا، يقول الله، هذا قول إلهي، حديث قدسي، معناها أنها سبع ومقابلتها في الصلاة سبع، قيام قيامان والركوع واحد، شحال هذيك؟ ثلاثة. زيد السجود سجودان هي شحال؟ خمسة. وذاك الجلسة بينهما شحال هي؟ ستة. والسابعة قاعدة التشهد، لأن هذيك ماشي قاعدة وسطى،
وإنما جلسة التشهد بعد الركعة الثانية. هتقول لي الركعة الثانية لم تقل فيها شيء، هذيك مكرر الركعة الأولى. إذ الصلاة وحدتها الأولى ركعة ويشير إلى الوتر. قال لي صلاة الوتر ركعة. والله وتر يحب الوتر، وفيها رموز لا تخفى على متدبر. يلا أعيدكم يا شيخ. ثم قلت شيخ وسبعون به الوفاق في العدد بقعدة التشهد الختم ورد. قعدة التشهد كيفاش هذه قعدة التشهد الختم بها؟ انتبه بها تعيد ما فعلت فاسمعي مصليا بحركة الأصبع. فقعدة التشهد الشجير ماذا تصنع؟ تعيد الصلاة التي قمت بها عمليا وفعليا، تعيدها في تشهدك قولا. تقول تحيات لله، هي الركوع والسجود والقيام تحايا. ألوان التحيات كانت التحايا أن تحيى الواحد من المعظمين، تبين الناس إما بالقيام بين يديه، وإما بالركوع بين يديه، وإما بسجود بين يديه، وإما بجلوس بين يديه. فأنت تقول هذه التحايا كلها الذي يستحقها على الحقيقة والكمال واحد، التحيات كلها لله الواحد، تحيات لله. الزاكيات، انتبه معي، شنو هي الزاكيات؟ زاكيات من أحوالك، لأن هذه أيضا جزء من أجزاء الصلاة. وللكلام بقية إن شاء الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. الحمد لله رب العالمين.